مساء الخير، معكم زميلكم سلطان العتيبي. انا من شوي خلصت امتحان البي ام بي و اي جوت سيرتيفايد وذ ابوف تارجت سكور ان اول دومينز. حابب بعد شكر رب العالمين اشكر المهندس ايهاب شعبان صراحه، اللي يمكن بدونه ما جبت هذا السكور، وتابعنا من البدايه من خلال الدوره خطط دراسة صراحة محكمة وفيري افيشنت كانت، ومتابعته لأن بعد الدورة حتى خلال فترة دراسية قبل الامتحان ولغاية آخر دقيقة قبل ما أدخل على الامتحان هو متابعني أول بأول، وفرحته بالنجاح تبعي بعد الامتحان صراحة كانت يمكن أكثر من فرحتي أنا، وهذا إشي هو يحترم عليه صراحة، ومش أي شخص ممكن أنه يكون اهتمامه بالطريقة هذه. فأنا بشكرك جزيل الشكر مهندس إيهاب، وإن شاء الله بإذن الله مثل خطتنا بالفيديو السابق في الأجايل أنا كنت وعدتك قلت لك next step is PMP, now I'm telling you next step is PGMP إن شاء الله. شكرا لإلك جزيلا مهندس إيهاب، وكل التوفيق لزملائي بالجروب يا رب. شكرا.